السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي اخواتي، دي مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نتقاسم معكم تتمة ديال السلسلة اللي بجينا مجموعي. يا وصلنا للفيديو ديال طريقة باش نختار الطير اللي بغيت من كيف ما كان النوع ديالو والشروط اللي غادي يكونوا فيه. هاد الشروط كانوا 4 شروط، واليوم غادي نتقاسم معكم في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله طريقة باش غادي نختار الذكر والندوة، وكيفاش غادي نعرف الذكر من الندوة في طيور الكناري، وهذا الشيء عن طريق 4 شروط. حتى هو في 4 شروط غادي ندير لكم انا 4 4 4. شي كان الاخوان مرحبا بكم في الفيديو ومرحبا بكم في القناة، وهذا الشيء تنقدموه للافادة والاستفادة. اللي عنده شي معلومة يبارطاجيها معنا، اللي عندي شي معلومة تنبارطاجيها معكم الاخوان، حيت نظرا ان بزاف ديال الناس تيلقاو مشاكل في هذا الشيء وانا بغيت نتقاسمو معكم. نبداو اسيدي. الشرط الاول المنقار، غادي نوريكم التصويره كي داير هنايا. يعني المنقار تيكون الخط ديال المنقار تيكون دايز بحال نقولوا هذه هي العين، خصو يدوز من لتحت، كيكون الاكثريه لتحت ياك، الخط دايز من هنا لهنايا. إذا كان النص ديال العين هابط لتحت راه نتوى، وإذا كان كان قليل الأكثرية طالع لفوق، الخط حابس لفوق راه ذكر. العينين إذا كانوا دائريين راه ذكر، إذا كانوا بحال جاولي دابا مصاصيين راه نتوى. هذه هي الشرط الثاني، هو العينين. والشرط الثالث هو التيب ديال الذكر والتيب ديال الندوة. التيب ديال الندوة تيكون بحال الإبهام بحال هكا، يعني كيكون ضاير، والتيب ديال الذكر تيكون خارج. الشرط الرابع والأخير هو التغريد. الأنثى إذا كاع كانت واجدة وما كانش الذكر تتغني، ولكن التغريد ديالها تيكون قليل. أما بالنسبة للذكر تيكون التغريد ديالو قوي وقوي وقوي جدا ومسموع من بجد. هادشي اللي كان الاخوان في هذا الفيديو، غندير لكم خفيف ظريف ان شاء الله حتى نكملوا هذه السلسله. كونوا معايا ونكون معاكم. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. في الفيديو اللي غيكون قبل من بعد هذا غيكون ديال التجهيز، يعني اختاريت الذكر واختاريت الندوة وعرفت الذكر وعرفت الندوة بالصوره اللي تقاسمتها معاكم، ولكن نجهزوا الطيور. غادي نتقاسم معكم كيفاش تنجهز الطيور ديالي. هادشي اللي تنتقاسم معكم الاخوان، غادي نتقاسمو عن تجربه شخصيه ماشي منقول.